الأخوة والأخوات، الرفيقات، الرفاق، أسعدتم مساء. يسعدنا أن نرحب بكم جميعا وأنتم تشاركوننا حفلنا هذا بمناسبة الأول من مايو أيار، عيد العمال المجيد، عيد كل كادحين العالم. يبدأ حفلنا هذا بأغنية طريق هنا أنت تدري. أبيات من الشعر نابعة من شاعر التقدم الرفيق عبد الصمد الليث، له ألف تحية. مرحى لمعبرك والفخار أوالو، فلقد بناه بكدحهم عمال، وعلى رباك وبالمآثر شيدوا أسس الحياة وطابت الأفعال. والآن ليتقدم الرفيق نائب الأمين العام للشؤون السياسية الرفيق فلاح هاشم ليلقي الكلمة الترحيبية
بهذه المناسبة. أهلا ومرحبا بكم جميعا أخوة أصدقاء ورفاق أفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير. وفدتم على منبرنا نشارك جميعا عمال البحرين ومن خلالهم عمال العالم بهذا اليوم المجيد. أولا في البدء يسرني أن أبلغكم تحيات الأمين العام رفيق خليل يوسف، ويعتذر لعدم تمكنه أن يشاركنا اليوم بسبب سفر خارج البحرين. في بداية عهد الإصلاح الذي استبشرنا به كثيرا، بادر المنبر بتنظيم مسيرة جماهيرية عصر يوم الأول من مايو 2002 عيد العمال العالمي، وقادها في ذلك اليوم القائد الوطني المناضل أحمد الدوادي أبو قيس، وشارك فيها عدد كبير من العمال والشخصيات الوطنية وكل المهتمين بالشأن العمالي. انطلقت من ساحة دائرة الهجرة والجوازات إلى مقر مبنى الأمم المتحدة في الحورة، وهو يعتبر ثاني احتفالا جماهيريا عام تحضره جموع غفيرة رجالا ونساء علنيا للطبقة العاملة البحرينية طوال تاريخ نضالاتها المطلبية الممتدة منذ بداية تشكلها في مطلع ثلاثينيات القرن الماضي، حيث كان الاحتفال الأول أقامته قيادات النقابات الأربع التي شكلت إبان فترة المجلس الوطني خلال سبعينيات القرن الماضي، وبالتحديد مساء الأول من مايو 74 على شكل مهرجان خطابي في نادي البحرين في المحرق قبل وعد التجربة البرلمانية وتجريم العمل النقابي إبان فترة قانون أمن الدولة سيء الصيت. وبعد حراك فبراير 2011 الذي لم تتمكن الطبقة العاملة من تنظيم مسيراتها السنوية بسبب تدابير تطبيق قانون السلامة الوطنية في مايو 2011، والذي استعادت الحركة العمالية مسيرتها خلال عامي 2012 و2013، إلا أنه مع استمرار منع المظاهرات بصورة عامة يتواصل، وللعام الرابع على التوالي منذ 2014 عدم التصريح للعمال بالخروج في مسيرة جماهيرية سلمية، والتي امتازت بتنظيم رائع شهدت لها الأعوام السابقة ليعبرون فيها عن مطالبهم وحقوقهم، ويشاركون عمال العالم الاحتفال بهذه المسيرة وفق التقاليد النضالية للطبقة العاملة في معظم دول العالم. إننا ونحن نحتفل بهذا اليوم نؤكد على مطالبنا في أحقيتنا كعمال وكادحين آملين أن نحتفل العام القادم في مسيرة عمالية تشارك فيها كل القيادات والنقابات والهياكل العمالية تحت راية ونداء الوحدة، الوحدة يا عمال، رافعين الصوت بالمطالبة بحقوقنا وهمومنا والتي هي في المقام الأول هموم الوطن وحقوق المواطن. وقبل أن أختم كلمتي هذه، لابد من توجيه تحية إلى الشعب الفلسطيني عامة وإلى عمال فلسطين خاصة، حيث يخوضون نضالا وطنيا وطبقيا في ظل الحصار المطبق عليهم والاعتداءات المتكررة وارتفاع معدل البطالة ومصادرة الاحتلال لأراضيهم وحقوق العمال، وفي ظل ظروف عمل ومعيشية قاسية وما ينتج عن سياسات الدولة العنصرية أو سياسات العنصرية لدولة الكيان الصهيوني. شكرا لكم، عاش الأول من مايو، عيدا للطبقة العاملة، المجد والشغيلة للعالم، وكل عام وأنتم بخير. فمن المنامة والمحرق والقرى ترى جموح الكادحين طوال، جاءوا جياعا يعملون بخبزهم، تحدوا قوافل بؤسهم آمال. والآن يتفضل الرفيق هشام رشدان ليقرأ البيان الصادر من المنبر التقدمي بمناسبة الأول من مايو. بكل ما يبذلون من جهود عظيمة وما يقدمون من تضحيات جسام على مر التاريخ في كل بقاع الأرض، يواصل عمال العالم احتفالهم بيومهم العالمي الأول من آيار عيد الشغيلة والمنتجين لثروات هذا العالم والمتحصلين على العائد الأقل من هذه الثروات، ويخلد الأول من آيار تضحيات الطبقة العاملة حول العالم، بدءا بتضحيات العمال في مواجهتهم سلطة رأس المال في شيكاغو عام 1886 ميلادية، والذي وثق قرار اجتماع أحزاب الأممية الاشتراكية في باريس عام 1889، الذي قرر فيه الأول من مايو عام 1890
يوما لتنظيم مظاهرات تأييدا لهذا القرار ومرورا بالعديد من المحطات النضالية إلى يومنا هذا. يحتفل عمال العالم بعيدهم ليؤكدوا مواصلة نضالهم من أجل حقوقهم كافة، بما فيها الحق في تأسيس وبناء نقابات فاعلة تتحمل مسؤولية الدفاع عن مصالحهم في مواجهة الهجمة الشرسة لرأس المال. من أجل ضمان الحق في العمل وتحسين ظروفه، ومن أجل تأمين طبابة وتعليم مناسبين لأطفالهم وتحقيق المساواة بين جميع العاملين، ومن أجل حماية اجتماعية وتأمين حياة كريمة للمتقاعدين والمسنين والنساء والأحداث في كل العالم. وفي هذا اليوم يتظاهر العمال من أجل توزيع عادل للثروة التي أنتجت من عرقهم وكدهم وجهودهم، ومن أجل التحرر والانعتاق من استغلال لرأس المال، ومن أجل إقامة مجتمع تسود فيه قيم العدالة الاجتماعية ومواجهة خطط تحميل الشغيلة نتائج ازدياد تعمق أزمة النضال الرأسمالي على المستوى العالمي، حيث يزداد وحشية وتوغل في مصادرة حقوق الشغيلة والكادحين، وجر العالم لحروب طاحنة يجني منها الأرباح الطائلة على حساب معيشة الكادحين وأمن وصحة الغالبية الساحقة من بني البشر. وما نتج عن هذه السياسات من تدمير للبيئة، بحيث أصبحت الحياة على الكوكب تواجه أخطاراً جدية في من رأس مالية المتوحشة توغل في سياساتها الأنانية لاستنزاف الثروات وتدمير الحياة. نحتفل هذا العام على المستوى الوطني وعمالنا وحركتنا العمالية تواجه العديد من المصاعب والتحديات، أهمها استمرار تفتت الحركة النقابية وانشقاقاتها على أكثر من صعيد والصراعات الداخلية فيما بينها، والذي نتج عنه ازدياد ضعفها وعدم قدرتها في الدفاع عن عمالها وتهميش دورها سواء على المستوى الوطني أم مستوى الشركات والمؤسسات ومواقع العمل، وتوقف جميع أنواع الحوار حول الحقوق والمطالب العمالية. تفرض الحكومة في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن العمالي مع انحياز تام مضاد لمصالح الشغيلة والكادحين، وكذلك تغييب التمثيل للعمالي في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في مخالفة صريحة لقانون هيئة التأمين الاجتماعي، وتجاهل تام لما تنص عليه معايير العمل الدولية. وللعام الرابع على التوالي، فإن عيد العمال العالمي يمر دون أن يستطيع العمال والنقابيون تنظيم مسيراتهم السلمية المعبرة عن مطالبهم المشروعة. يتواصل عجز الجهاز التنفيذي والمعنيين بالعمل من تأمين فرص عمل للشباب والتمويه على ذلك بتكرار الإعلان عن إحصائية بعيدة عن الواقع وبرامج تدريب تصرف عليهم الأموال الطائلة بدون ناتج. وخير مثال ما يعرف بقائمة متدربي تمكين منذ ما يربوا على 11 عام، والتي آل مصير معظم متدربيها إما إلى الجلوس في البيت أو إلى عقود عمل مؤقتة ظالمة وبمرتبات هزيلة وبدون تأمين اجتماعي. هذا عدا عن القائمة الطويلة من خريجين الجامعات من كفاءات علمية ومهنية كالأطباء والمهندسين والممرضين والمعلمين وغيرهم من المؤهلين في جميع حقول العلم والمعرفة، والتي تتضخم وتنمو بشكل مضطرد، الذين ما زالوا يعانون من البطالة دون وجود أفق قريب لتوظيفهم. تستمر وتتعاظم معاناة العمال في عدم تحصلهم على رواتبهم في العديد من الشركات والمؤسسات أمام عجز الجهات المعنية عن معالجة هذه الظاهرة المتزايدة. ونتيجة لسياسات الحكومية بالتوافق مع المؤسسة التشريعية في فرض الضرائب، تترتب عليها نتائج كارثية على معيشة ذوي الدخل المحدود، مع صاحبة من رفع الدعم عن العديد من المواد الغذائية الضرورية، نتج عنها تآكل وتبخر مداخيل الكادحين مع كل بداية شهر في ظل غلاء المعيشة الفاحشة. لهذا كله ولغيره من تحديات، نؤكد على دعوة كل العمال وفي مقدمتهم القيادات العمالية في النقابات والاتحادات وجميع الهياكل العمالية التي تجاوز
خلافاتهم وتغليب المصلحة العامة للعمال والكادحين والعمل على استعادة وحدة الحركة العمالية من أجل انتشالها من حالة الضعف والتهميش التي تمر بها، وتساهم في استعادة دورها ومكانتها مما يؤمن لها المشاركة في إدارة كل ما يعني بالعمل وحقوقهم. التحذير من الاستمرار في السياسات الاجتماعية والاقتصادية المتبعة الخاضعة للسياسات وتوصيات البنك الدولي وغيره من المؤسسات وبيوت الخبرة الأجنبية المتمثلة في الخصخصة وزيادة الضرائب ورفع الدعم التي تتجلى نتائجها في العديد من الدول وتمثلت في مزيد من المصاعب للكادحين وأصحاب الدخل المحدود ومزيد من الدعم من عدم الاستقرار والأزمات الاجتماعية. أهمية أن تكون هناك سياسات تشغيل ويكون محورها الأول هو العامل البحريني، بحيث تؤمن له فرص وظروف عمل لائقة تساهم في استقراره وتطوره الوظيفي وتمكنه من المساهمة في العملية الإنتاجية أطول فترة ممكنة مع قدرته على العطاء. اتباع سياسة شفافة وحازمة في مواجهة الفساد وهدر الأموال العامة، والعمل على صيانة هذه الأموال وتوجيهها في استثمارات اجتماعية تعود بنفعها على العامة من المواطنين وتوفير فرص عمل لائقة لهم. العمل على تفعيل دور المنظمات العمالية وصيانة استقلاليتها وبناء قدرات كوادرها بما يمكنها من أداء دورها في تمثيل العمال والدفاع عن مصالحهم ومكاسبهم. المجد للطبقة العاملة في البحرين والعالم في عيدها المجيد. باعوا مآثر قوة خلاقة وشروا بها أجرا وشق مالا، أدمت سواعدهم معول كدهم وقست على أعناقهم انحلال. والآن نرحب بالرفيق النقابي أحمد سند ليلقي كلمة ترحيبية بهذه المناسبة. أشكركم على الحضور وأتمنى لكم كل خير. اليوم عيد الطبقة العاملة، والكل يحب الثاني والكل يحب يشوف الثاني. هذه فرصة ما تتعوض، لازم كل عيد العمال احنا نتلاقى. احنا ما نتلاقى ولا نشوف بعضنا بعض الا بالصدف. هذه حركة عمالية كانت في البحرين، شعب شعب شعب، يعني تشوفه في كل وقت، تشوف مواقفهم عدلة، من نفس من داخل من قلبك ترتاح تشوفهم. كم تسوى هذه؟ وش يقولون؟ يقولون في ايار المجيد عطلة رسمية نريد. هاي من حص من شلون حصلنا يا وزير؟ اين القانون؟ نقابات لازم تكون، هاي كل العمال طلعوها ما يات بروحها. يعني هذه الطبقه العامله شلون طلعنا عيد العمال وشلون طلعنا النقابات؟ هذه كلها ترابط العمال بعضنا بعض، لان احنا شعب واحد. نكون نقول اول شعب واحد لا شعبين، من مراكش للبحرين. الحين احنا البحرين نقول تعالوا اتفقوا، واول من وين لوين نقول؟ الحين نقول يا شعب البحرين تعالوا اتفقوا، احنا كلنا اخوان وكلنا ربع وكلنا نحب بعضنا بعض. لازم نرد الشيء اللي احنا تربينا فيه. جبهة التحرير ما قصرت وقفت مواقف، ناس مناضلين راحوا وناس مناضلين، لكن ما زال تاريخهم موجود. هذا اللي احنا نتمناه من الشعب البحريني والعمال البحرينيين. يا اخواني قد ما تقدرون انت لاحم انت لاصق لاجل الشعب، لاجل اول مو كفو الشركات تاخذ قرار بدون ما تتجه، يعني ترفع البترول ما حد تحكي واحدة مرتين، ترتفع الكهرباء ما حد يتكلم كلش. يعني الشعب البحريني أوادم رغايل لهم تاريخ، وهذا اللي أتمناه ومشكورين.